أستاذ أحمد، يعني رحمة الله على القائد والزعيم الرئيس مبارك. الرئيس مبارك الحقيقة يعني توفاه الله في يوم مبارك، النهاردة يعني أول رجب، وده أيام مفترقة كلها، والألم اللي أصاب الأمة العربية والأصدقاء اللي كلموني والعاملين عندي في الشركة والأصدقاء اللي كلموني، الحقيقة يعني حسيت بأصالة مصر، بالمعدن النفيس بتاع المصري لما بيشعر انه فقد عزيز عليه. رئيس مبارك كان عزيز على الأمة العربية كلها، ودي مواقف تاريخية معروفة، يعرف القاسي والدني، وان كان هو يعني ظلم في فترة معينة الى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وفاته المنية بعد ان تبرأ او برئ من كل الاتهامات الفاكين والكذابين اللي قالوا عليها. حقيقة أنا عايز أشكر وأحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكر كل القيادات، وأشكر كل القادة في مصر في كل مكان، قواتنا المسلحة والبيانات بتاعت مجلس الوزراء والبيانات بتاعت مجلس الجمهورية، وكل الحقيقة اللي تقدموا بالعزاء، لأن دي أصالة الشعب المصري اللي حسس إنه الولاء والوفاء لقائد وزعيم تاريخه معروف. داعش أنا لما كنت بقعد معاه وأتكلم معاه يقول لي أنا 50 سنة في العمل الوطني، أنا عشت مش حكاية 30 سنة بس، قبلها كان نائب، وقبلها كان قائد قوات جوية، وقبلها كان مدرس، وقبلها كان طيار، كلها كانت حياته عسكرية، كان يتصف بالجندية في أعلى المثال الطيب لصفات الجندي، الجندي الملتزم، الجندي الأمين، الجندي الوطني، الجندي اللي بيحب وطنه، الجندي اللي على السادات يضحي للغالي والنفيس عنده في سبيل الوطن. كنت تشعر معاه وأنت بتتكلم معاه إن كل كلمة بيكلمها نبع من وطنية خالصة لهذا الشعب، لهذا الرجل، وتنعكس على حبه للشعب وعلى حبه للوطن وعلى حبه لمصر. وأنا هقول لك لما كان بيجي عندنا المصانع ويزورنا كنت تشعر إنه عنده فرحة، إنه شايف إن هناك تنمية حقيقية على أرض الواقع، شايف إن في مصانع، يتكلم مع العمال، يتكلم مع المهندسين، يتكلم مع عمال البنات البسطاء، انت عندك ايه وساكن فين ومبسوط ولا لا وعملت ايه، ويهرج ويضحك وتشعر بالفرحه. تاني يقول لي انت بتصدر فين واخبار التصدير عندك ايه، اقول له انا عملت يقول كذا، وبعدين اقول له شكرا سياده الرئيس انك انت يعني مهتم بالتصدير، يقول لي انا اللي بصدر مش انت، شوف الوطنيه، انا اللي بصدر مش انت، ده صنع في مصر. هنا كانت تشعر بالوطنيه، يقول لك طب هاجي لك امتى تاني وهيكون عندك ايه؟ انا عايزك تتوسع، انا عايزك تجري، انا عايزك تشوف في ايه؟ وكان لما يشوف حد من العمال عنده مشكله يسمع له ويدي توجيهات على طول مباشره لرئيس الوزراء والوزراء اللي معاه يعملوا ويعملوا ويعملوا ويعملوا. الحقيقه يعني شخصيه وطنيه محترمه. هنا فين يا استاذ محمد؟ الزياره دي فين؟ دي في العاشر من رمضان. العاشر من رمضان دي اول مصنع انا عملته في العاشر من رمضان. اول زياره دي كانت ليا دي. الوقفه دي بيقول لي احكي لي انت عملت المصنع ازاي. كان بيسمعني انا بدات ازاي وعملته ازاي وجبت التكنولوجيا ازاي، وانا قعدت احكي له برضه يعني الصعوبات اللي واجهتني عمل اول مصنع، يعني ده كان اول مصنع في الشرق الاوسط تحت. وبعدين لما كنا لما يبقى في معارض دوليه متخصصه في العالم زي معارض مع الكتاب بتاعته في موسكو، او هنا في ارض المعارض لما جاب الدول الكومنولث كلها، ولما رحنا ليبيا كان يقف هو قدام الرؤساء يفتخر بالصناعه المصريه، يقعد يحكي دي صناعه كذا وصناعه كذا وصناعه، هو بيفتخر باسم صنع في مصر. شفت الزيارات المدنيه بتاعته لما كان يروح النهارده في العاشر من رمضان وبكره في 6 اكتوبر وبعده في السادات، ويقعد يلف المدن الصناعيه ويتكلم مع العمال والموظفين ويسمع ارائهم ومقترحاتهم وياخد تعليمات. الحقيقه كانت في تفاعل وفرحه كبيره جدا في تواجده لما يشعر انه في تقدم وفي حد بينتمي للبلد وحد بيضيف ليها اضافه جيده. واضح كان مهتم جدا بيسمع وبيسال حضرتك، واحنا شايفين الصوره. انا بحكي له بقى ازاي انا عملت المصنع، هو كان يعني المصنع ده كان حاجه جديده علينا مصنع. يعني حاجه بالكبر ده وبالحجم ده وبالتكنولوجي دي، فكان عاوز يعرف عملته ازاي وجبت التكنولوجي ازاي وايه العقبات اللي وقفتني، كنت بشرح له. كنت بشرح له. ودخل بقى عارف اليوم ده والله يا احمد نفس المصنع حته حته على رجليه. عارف كان يجي معرض القاهره الدولي. اذكر ارجع للتاريخ كده.
كان يعدي على جناح جناح يسلم على صاحب الشركة ويكلم عندك ايه واخبارك ايه وريد تنتج ايه جناح جناح يمشي فيه يشجع الناس. لما رحت في العوينات وعملت مصنع عملت مزرعة هناك في الأول رحت كان جبل صحراء جرداء ما كانش فيه اي حاجة خالص أصر إنه يجي القطاع الخاص ويشوف هو أنا عملت إيه وعملته إزاي وإيه مشاكلك وكان يجيب النظارة المكبرة كده عشان يشوف مرمى البصر لما كنا زرعنا القمح والشعير كان يبص بالنظارة كده عشان يشوف مرمى البصر هنا شرق العوينات زي ما حضرتك بتقول الزيارة دي لا ما زال برضه مصر دي زيارة ده برضه لما عملت التوسع الثاني جه زارني ثاني قبلك جه زارني أعتقد الزيارة دي لا دي زيارة شارع العوينات أيوه دي صح تمام دي زيارة العوينات دي الزياره اللي جه فيها شارع عونات وانا طلعت قلت الكلمه هناك وهو على مرمى البصر بيعدي وينزل لمزارع القمح ويقطع السنابل ويقف كنا عندنا برضو مزارع الخرفان والحاجات دي وال النعام برضو كان يقف كده ويبص يشوف التطور اللي حصل في الزراعه ايه وفي انتاجيه النعام ايه الكلام ده سنه كام يا استاذ محمد؟ ده شوف هو بدا اول زرعه كانت عندي كانت سنه 94 94 94 انا فاكرها كويس وكنت انا لسه كنت انا لسه يعني ايه عامل اول مصنع ده بقى وبعدين ثمان اشهر من كتر التشجيع اللي عمله ساعتها مع اول زرعه عملها بعد شهر ليته جاب لي وزير الرئيس رئيس قطر اللي هو ساعتها بقى جد اللي موجود دلوقتي كان جده بقى اللي هو الشيخ خليفه التلوث. الشيخ خليفه الشيخ خليفه الاصل جه وبعد كده بعدها شويه وبعت لي رئيس الصين رئيس الصين نفسه بعته لي دار المصنع والشركات الكبرى من مستبيشي وزعيم القذافي ورؤساء من افريقيا والحريري اللي هو حضرتك بتقول كان الرئيس بيجيب الرؤساء عشان يشوفوا اللي عندنا ايه وكان شوف انا اذكر اقول لك على واقعه حصلت رئيس القذافي جه مصر فجه زارني والرئيس مبارك قال لي هبعتك فلان وكلموا عن التكنولوجيا وشرح له المصنع فلما جم شرحت له الرئيس القذافي بص على المصنع وكان فرحان جدا لما رجع القذافي بقى الله يرحمه رجع كان بيحتفلوا في احتفالات الفتح من سبتمبر في طرابلس في ساحه الشهداء دي اللي هي اكبر ساحه في طرابلس وقفوا قدام الشعب الليبي كله قال لهم انا مشيت لمصر والرئيس مبارك خدني عند ابو العنين ووراني مصنع السيراميك اللي ايش بتعملوا ازاي ابو العنين ليش بتعملوا الرئيس مبارك هو اللي بيشرح لي فاهم المصنع كويس يعني هو فخور لانه الرئيس جاب ثلاث اربع مرات مع رؤساء فخور بالصناعه المصريه وده ساعدنا كتير قوي في التصدير على فكره لانه السيارات دي لما بيجي الرئيس وترفع اعلاميا كويس قوي العالم كله بيشوف الصناعه وبيشوف المنتج ويبدا يجي لنا ناس تاخد وكالات وتاخد يعني والمعارض لما رحنا موسكو وهو برضه كان قاعد فخور وبيجيب جاب جورباتشوف ساعتها وقاعد يشرح له الصناعه المصريه جناح جناح لا الحقيقه يعني كان حبه للوطن وحبه للصناعه وحبه للتطور كان واضح جدا انه مشجع ده برضه شرق العوينات مش كده؟ ده شارع العوينات ده كانت منتجات شارع العوينات دي دي كل دي وطلع بقى وبص في المزارع وبيقف في المزرعه ويبص ويشوف ويشجع ويقف على العمال ويحييهم يعني الروح الانسانيه مبارك كان انسان ولما تقعد معاه تشعر انه حريص جدا على لقمه العيش وحريص جدا انه يسعد الناس وحريص جدا انه يخلي الناس كلها بقدر المستطاع سعيده كان في امكانيات وكان في مشاكل كتير جدا ساعتها وكان بيقدر اللي يقدر يعمله يعني انت عارف اللي حصل بعد اكتوبر ايه وحصل الاقتصاد بتاعنا كان عامل ازاي وحصل بقى عمليه التحول والتطور من الشيوعيه الاشتراكيه برضه هو عدى بمراحل كبيره جدا يعني لقاءاته يعني الانسان يعني حك مساله تركيز على الانسان لما حد بتقول ماشيين مع بعض لما بيلاقي حد من العمال بيتكلم معاه بيقف معاه خلينا اللقطه دي حضرتك كنت بتتكلم على القمح مش كده؟ لا كنت بكلمه على الحته ان عم ده هنا زراعه القمح ايوه دي اصل قلعه القمح ايوه شفت بقى دخل على المزرعه وشاف واشرح بقى عملت ايه كان حريص الحقيقه هو فخور هو بيسمع وفخور وبعدين بياخد
يعني تقارير معينه عشان منها يعمم التيسيرات او يعمم الافكار النيره اللي ممكن تبقى في كل مصر على مستوى القطاع. يعني لما تلاقي في مشكله في الزراعه حاجه معينه يبدا يتكلم ويحل مشكله للكل، حاجه في الصناعه يبدا يحل لنا المشكله لكل القطاع ولكل الصناعه ولكل المدينه الصناعيه اللي موجوده. احنا زمان كان في مشاكل كثيره في المدن الصناعيه دي برضو فيما يتعلق بين اسيا ومرافق، كان يعني انا عايز يتم كذا ولو مش هيكلموني انا وانا تليفوني هو فلان كان تابع وقول لي اعمل لي تقرير. ولما كان يقف معاه كان يقف معاه مدير مكتبه وكان يقف زكريا عزمي وراه، كل كلمه يقولها سجلها بميعاد. انت هتعمل ايه؟ اديني الميعاد هتخلص امتى؟ سجل ده عندك انا تابعني ودي تقرير في يوم. يعني حقيقه كانت منظومه كبيره جدا. وعايز اقول لك الناحيه الانسانيه بقى، الناحيه الانسانيه كانت عاليه جدا جدا عنده. يعني شوف اي مناسبه في اي حد حصل له حاجه كان هو بنفسه يكلمه يتصل بيه يا فلان وريني هو شخصيا اللي بيتصل ويطمئن. ممكن قوي يروح يعني واجب العزاء ده ما كانش يسيب واجب عزاء في اي حاجه. يعني في مناسبات كتير جدا يعني انا فخدت اخويا لقيته هو اللي بيكلمني بقى عايزين عليه واحكي لي ويقعد بقى مثلا نص ساعه في التليفون يتكلم احكي لي ايه اللي حصل له وكان عنده ايه واولاده ايه واخباره ايه. تشعر ان حته يعني هو حاسس ان انا متاثر عشان وفاه اخويا فبيحاول يواسيني. يعني هي نوع من دي حته انسانيه. واخد بالك؟ عد بقى يعني هو بيتكلم او بص شوف فرحته وهو داخل بيتفرج على المصنع. هو ده مصنع بقى ثاني مصنع عملناه في العاشر من رمضان وانا بحكي له اللي حصل ايه وبتاع ده. داخل قال لي انا شفت الاعلان في التلفزيون انت جايب صور ولا حقيقه؟ عاوز اتفرج على الحقيقه. هو اول ما دخل كده بيتفرج على حقيقه ولا صور؟ كل فيلم هتفرج على الحقيقه ايه دلوقتي؟ فدخل اتفرج ونزل لف اتفرج لف في المصنع حته حته. هو كان كده ربنا كان مديله الصحه ساعتها. ويمشي بقى المصنع ويقعد يسال بقى. يعني هتشوف كده في المواقع هو بيتكلم لما يعدي على اي مكان او يلاقي العمال او يلاقي مهندسين ايه اللي عملته ايه وانت بتاخد كام وساكن فين وعندك كام عيل. ده كان بيهرج معناه ده تهريج مع الموظفين او العمال. العمال الصغيرين ده يعني وقف على مع عامل قال له انت متجوز ولا لا؟ قال انا هتجوز ان شاء الله كمان شهرين باين. قال له هجيب كام عيل؟ قال له بص لي كلها. قال له هجيب سبعه ولا ثمانيه؟ قال له يا فندم اثنين. قال له بس عشان نعمل حسابنا يعني في التموين يعني عشان يعني شوف يعني بيحاول يداعب الناس ويحاول يعني يهرج مع العمال عشان يعني شوف كل حته عاوز يبص عليها كل حته يكلف فيها. البساطه حضرتك بتتكلم على البساطه. هو راجل بص كان بسيط. سمات الرئيس مبارك الحقيقه التواضع تواضع الجم والبساطه وتحس انه حب البلد واضح جدا في كل خطواته. يعني يا ويل اي حد يشعر انه بيقرب من البلد او بيقرب من مصر او بيكلم كلمه عنها وحشه بره. يعني شفت انت اشكر كده مره مجرد بس واحده غير في مصر كان في مؤتمر واحده صحفيه على الهواء مسح بيها الارض. مجرد ان هي بس غلطت غلطه صغيره او الواقعة دي معروفه يعني. لكن هو كان له ايمج محترم جدا بين الرؤساء بره. عظمه النهارده ال رد فعل مصر الدوله القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي القياده العامه للقوات المسلحه ده حجم شفته ازاي اللي هي قيم العطاء الوفاء اللي هو الناس اللي خدمت البلد واللي دفعت عن البلد وعن الارض اول حقيقه. اتفضل يا فندم. ده الحقيقه يعني اداني بسمه كبيره جدا وشعرني بالاصاله المصريه كلها خصوصا للرئيس عبد الفتاح السيسي لانه الحقيقه كانت تعليماته وانا حسيت ان الدوله كلها متحرك بالطريقه دي كلها اكيد في رجل فاضل ادى التعليمات وحسوا ان اتاثر واكيد كل القيادات قواتنا المسلحه البيان الرائع اللي طلعوه النهارده ده وهم بيانوا هذا الرجل قائدا من القاده في القوات المسلحه اللي شارك في حرب الكرامه. شوف الكلام الرنان هو فعلا هذا الرجل ادى رساله يعني طلع اول طلعه وكان ممكن جدا ما يرجعش وقدم حياته فعلا فداء لمصر. وشفنا قد ايه كان حريص جدا على برضه تجهيز الجيش المصري وبرضه المحافظه على السلام والامن الداخلي. احنا عمرنا في 30 سنه ما حسينا ان مصر غير امنه. كنا دايما بنتكلم على نقول مصر بلد الامن والامان. بلد الامن والامان والسلام لانه حافظ على كل تعهداته الدوليه في قضيه السلام اللي عملها بعد ما خدنا كل اراضينا وما سابش سنتي ما سابش متر منه. واخد بالك؟ كانوا اقول لك بقى على حاجات يمكن
بعض رؤساء دول مش هذكر انا اسماء كانوا بيتصلوا بيه عشان يعني بعض الحلول للقضيه الفلسطينيه، وهو كان عارف هم هيعرضوا عليه ايه، ما كانش يرد عليهم، كان يعتذر. شفت بقى الوطنيه عامله ازاي، ما كانش يكمل لهم المكالمه ابدا. حاضر. واديك شفت كذا كذا موقف كده كان بيحاول يسوي فيه ويبعد فيه موضوعات كبيره جدا، يعني يعني طول ما هو كان عايش ما سمعناش اي حد تعدى على النيل ولا حاجه غير بعد 11 يناير. هقول لك ايه، ما هو كان عارف، عارفين انه في حاجه. ده الحقيقه هذا الرجل سوف تبقى ذكراه خالده، واذا كان هو جسدا فارقنا لكن هو في القلوب والى في القلب لكل مصري وطني محترم. ومره اخرى انا بحيي كل القلوب الرحيمه، كل القلوب الاصيله المحترمه اللي بتنعيه واللي سامحته، حتى في بعض الناس قالوا هو احنا كنا زعلانين لكن احنا بنسامحه. انا دي برضه هي دي الشيمه المصريه ودي الطبيعه المصريه، واحنا دايما بندعي له. ويعني خلينا اقول ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فتيح جناته ويلهم اهله وزويه وبلده وشعبه ومحبيه صبره والسلوان، وربنا يتغمده ويكون صحبة الأنبياء والشهداء والصديقين في ذمة الله يا رئيس مبارك. كلنا نشكرك بالخير. اللهم توفاه، اللهم توفاه وبدله دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل. شكرا يعني.